السلام عليكم. بص النهارده بقى اول محاضره معانا بعد الميدترم اللي هي حسابات شورت سيركت. تمام. احنا اتفقنا كنا اتفقنا اخر مره. لا كمل. السلام عليكم. ان شاء الله النهارده بقى النهارده موضوع الشورت سيركت كباسي او حسابات شورت سيركت اللي احنا اخر مره قبل الميدترم كنا وقفنا واحنا بنحسب الكابلات. كان عندنا ثلاث حاجات. اول حاجه قلنا عندنا الكرنت كباسيتي اللي انت بتختار الكابل تمام بالتحميل بتاعه. تاني حاجه كان عندنا بنتحسب الفولت دروب. تالت حاجه قلنا عندنا الشورت سيركت. تمام. شرحنا كرنت كباسيتي وقلنا ازاي بختار كابل بحيث اللي هو يتحمل ودرجات الحراره والدريدنج فاكتور والكلام ده. وبعد كده عملنا حاجه اسمها الفولت دروب حسبناها تمام بحيث اللي هو يبقى لازم يبقى موجب او سالب 5%. وتالت حاجه اللي هي معانا النهارده اللي هي الشورت سيركت. طيب ايه هو تعريف الشورت سيركت؟ عملناه قبل كده بس هنعيده تاني. انت عندك الحمل بتاعك تمام لو سنجل فيز مثلا 220 فولت حمل 5 اوم فماشي هنا تيار 220 على الخمسه فيها 44 امبير تمام. فده تيار عادي جدا والمفروض اللي انت تصمم الدايره زي ما اتفقنا من اول مره ان الحسابات تبقى الكابل ده لازم يستحمل ال 44 امبير. طيب افرض هنا حصل الفيزا مع النيوترال لمسوا بعض تمام فانت عندك المقاومه دي مبقتش موجوده فالتيار كله هيمشي هنا. طيب التيار ده قلنا لو افترضنا ان ار هنا بتساوي 1% تبقى انت عندك الاي شورت سيركت بتساوي 44 على 1% اللي هي 44 كيلو امبير. طيب ال 44 كيلو امبير ده رقم كبير جدا. معلش هنا ال 220 فولت على المقاومه ودي مقاومه الكابل لان انا ما عنديش غير مقاومه الكابل. هنا كان مقاومه اللود وهنا حصل شورت فبالتالي كله هيعدي هنا فهنا هيعدي 22 كيلو امبير. طيب ال 22 كيلو امبير ده رقم كبير جدا فبالتالي لازم بيبقى فيه البريكر اللي هيحمي الدايره تمام يفصل قبل فبيبقى في زمن صغير جدا وهنتكلمه او اتكلمنا قبل كده يعني على المنحنى بتاع البريكر اللي هو بياخد وقت لحد ما يفصل. طيب والمفروض ان الكابل ده المفروض يستحمل الايه؟ ال 22 كيلو امبير في الزمن لحد ما البريكر بتاعك يفصل. طيب ده كده كان تعريف سريع على الشورت سيركت. طيب طب لو البريكر عندك ما فصلش في الزمن الصغير ده اكيد طبعا الكابل هيتحرق لان تيار كبير. طب هل انا عندي ضرر كهربي بس ولا عندي حاجه ثانيه؟ احنا عندنا الضرر الكهربي اللي احنا قلنا ان الكابل هيتحرق عندك وطرق وعندك هتبقى عندك قوة ميكانيكية كبيرة ناتجة من الشورت سيركت. طب ايه الضرر الميكانيكي ده؟ قال لك عندك في ميكانيكال فورس. طب دي ناتجة من ايه؟ ناتجة من التيار كبير جدا. احنا قلنا ايه 22 كيلو امبير. طب ال 22 كيلو امبير ده هيعمل لي ايه؟ قال لك لو مثلا انت عندك اللوحة اللوحة البريكر متثبت جواها. قال لك لو انت ما كنتش مثبت البريكر كويس جوه اللوحة القوة الميكانيكية ان ناتجة من تيار الشورت سيركت ممكن تطير البريكر من مكانه. طيب يبقى احنا كده اتفقنا ان خطورة الشورت سيركت ناتجة من خطر كهربي وخطر ميكانيكي. طيب دي كده كان تعريف بسيط للشورت سيركت. طيب انت مثلا لو عندك اي حمل مصنع شركه بيت لو افترضنا ابسط حاجه اللي عندك بيت تمام ادي المحول وطالع منه على اللوحه العموميه بتاعتك وطالع من اللوحه العموميه بيودي الادوار ولو خدنا مثال على دور واحد بيودي لكذا شقه ولو خدنا شقه واحده فبيودي احماء. طيب يبقى دي لوحه ليه؟ العموميه بتاعت البيت كله ودي لوحه الضوء ودي لوحه الشقه. طيب انت المطلوب منك تعمل ايه؟ انت المطلوب منك تحسب السيركت بريكر في كل حته في المنشاه اللي عندك او المكان اللي انت هتصممه. يعني مثلا المفروض تحسبه عند اللوحه العموميه عشان تعرف السيركت بريكر اللي هيتحط جواها قد ايه ولوحه الدور نفس الكلام. لازم تعرف السيركت بريكر لو حصل هنا هيبقى التيار قد ايه وبناء عليها هتصمم السيركت بريكر ونفس الكلام هنا. فاحنا كل شغلنا اللي احنا المفروض نعرف السيركت الشورت سيركت هيحصل لما يحصل هيبقى قيمته قد ايه عشان نعرف اختار السيركت بريكر على اساسه. طيب عندي ملحوظه ان انت عندك كل ما تبعد عن الترانسفورمر كل ما تيار الشورت سيركت هيقل تمام ودي لما نيجي نحسب بالارقام هنلاقوها. طيب هل ده على طول؟ لا في الغالب. طب ليه في الغالب وليه مش على طول؟ في الاخر ان شاء الله هتعرف ان شاء الله في الجزء الثاني. طيب عندي ايه ثاني؟ عندي انواع الشورت سيركت.
عندي اربع حالات للشورت سيركت. اول حالة عندي الثري فيز هما اللي يلمسوا مع بعض، يعني انت عندك هنا الثري فيز، فهنا الثري فيز هما اللي يلمسوا مع بعض. طب الحالة دي قال لك الحالة دي اخطر حالة عندك، تمام؟ وبالتالي لما تيجي تصمم، احنا اتفقنا ان احنا بنصمم على القيمة الكبيرة، يعني لما تيجي تحسب الاي شورت سيركت لدي او للاربع حالات اللي قالولوها، هتعمل لو عندك ثري فيز هتصمم على الحالة دي لان هي اخطر حالة، بس دي نادرة الحدوث يعني ما بتحصلش كتير، بس احنا هنصمم عليها عشان دي هتطلع لك اكبر شورت سيركت. طيب تاني حاجة، لو عندك فيستين بس هما اللي لمسوا، يعني مثلا دي ودي، لو حصل فيستين عندك هما اللي لمسوا، دي كده الحالة التانية. الحالة التالتة ودي برضو ما بنصممش عليها، او ان احنا كل شغلنا هيبقى على الاخطر اللي هو الثري فيز. تالت حالة عندك ان الفيزا مع النيوترال، لو عندي او فيزا وفيزا وتروح للارضي، ابدا بيه، انا عندك الفيزا دي مع الفيزا دي لمسوا بعض وراحوا فين؟ للارضي. رابع حالة عندك لو فيزا اللي هي الحالة الطبيعية بتاعتنا، اللي انت تاخد فيزا تلمس مع الارضي او مع النيوترال، تمام؟ دي بقى الحالة الطبيعية ودي اللي اغلب شغلنا عليه، تمام؟ ودي اللي بتحصل على طول يعني. طيب نخلص من دي. طيب عندي حاجة بقى مهمة اسمها switching RL circuits. ايه دي؟ دي اولا هي حتة نظري، تمام؟ بس عشان اللي ممكن تتسأل فيها يعني، بركز فيها عشان فيها شوية تفاصيل. طيب انت لو عندك ادي الحمل بتاعك عادي، وادي السورس وادي الحمل بتاعك، تمام؟ بيبقى السورس ادي فيه، وادي الحمل بيبقى R زائد جي اكس. يعني ايه؟ يعني بيبقى عندك الحمل عبارة عن، انت عارف اللي هو مقاومة وملف. طيب وبالتالي التيار لو جيت ترسم دي رسمة الفولت بتاعك، التيار طالما فيه هنا ملف يبقى التيار متأخر عن الفولت بزاوية فاي على حسب قيمة الايه؟ الاندكتر. فالتيار هتلاقيه كده، والزاوية دي هي الزاوية فاي، وانا شغال سايكلز عادية. طيب الحالة دي ترانزيت ولا ستيدي ستيت؟ انا كده في الستيدي ستيت، تمام؟ امشي معايا واحدة واحدة. انت كده في الستيدي ستيت اللي هو التيار مستقر عند حالته بيعمل السايكلز بتاعته، تمام. طب عندي ايه تاني؟ لو انا مثلا حطيت في الدايره هنا مفتاح، وادي الحمل بتاعك عادي اللي احنا قلناه زد بيساوي ار زائد جي اكس، تمام؟ لو انا عندي هنا مفتاح عندي تي بتساوي صفر، طيب لو انت المفتاح مفتوح وبالتالي التيار اللي رايح للملف كام؟ بصفر، تمام؟ لان مفيش تيار مفتاح، لو المفتاح مفتوح مفيش تيار واصل له. طب لو انت رحت جاي قافل المفتاح، بالتالي التيار هيبقى على الاندكتنس، التيار كله هيروح للاندكتنس، تمام؟ يبقى الاي هنا الماكس بتاعه او القيمه اللي طالعه من السورس رايحه للملف. طيب هل احنا عندنا لو انت اتكلمت ده كده احنا قلنا سيدي ستيت، ليه؟ لان انت عارف في الترانزيت ما ينفعش التيار يتغير على لحظه على الملف. لو احنا افترضنا مثلا، سيبك من الارض دلوقتي خليك على الملف، قلنا التيار ما بيتغيرش فجاه على الملف، تمام؟ دي خدناها سالفه في سيركت 2. طيب طب طالما التيار ما بيتغيرش لحظه على الملف، لو انت قفلت المفتاح وفتحته فالتيار كده اتغير من صفر لقيمه التيار، فكده يبقى انت كده مش في حاله الترانزيت، تمام؟ كده انت مش ترانزيت. طيب ده ايه علاقته بالشورت سيركت؟ انت عارف ان الشورت سيركت هو ايه؟ هو ترانزيت بيحصل في زمن صغير جدا، فبالتالي ما ينفعش نطبق القانون ده وانت عندك شورت سيركت اللي هو التيار هيبقى بصفر، يعني ان حصل لحظه شورت سيركت هيفصل لحظه وبعد كده يرجع، فانت الشورت سيركت ما هو الا ترانزيت، تمام؟ فبالتالي اللي احنا قلناه ده كله ما ينفعش ينطبق على الشورت سيركت. طب هنحل المشكله دي ازاي؟ قال لك الدايره بتعمل حاجه اسمها، او تعالى نرسم الرسمه، ادي التيار بتاعي. طب احنا كل مشكلتنا ايه الاول؟ انت قال لك مشكلتك ان التيار بيزيد لحظه على الملف لما التيار يبدا، كانك جبت المفتاح وقفلته. المفتاح ده انا بمثله كانه الشورت سيركت، اللي مش الشورت سيركت اللي هو التيار بصفر وبعد كده وصل للملف. طيب ده التيار العادي، فقلنا مشكلتنا ان التيار ما ينفعش يزيد لحظه على الملف. طيب هنعمل المشكله دي ازاي؟ قال لك عندي حاجه اسمها الدي سي كومبوننت، الدايره بتخلق الكومبوننت ده. يعني ايه بتخلقه؟ يعني انا عايز اوقف التيار الكبير، التيار الكبير ده انا عايز اوقفه، فبجيب له دي سي كومبوننت يوقف التيار ده، تمام؟ بحيث اللي هو يبدا لحظه لحظه صغير 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 وبعد كده لحد ما يوصل للسيتي سيتي يكمل. يبقى احنا حلينا مشكله ان التيار ايه؟ بيتغير لحظي، ما ينفعش يتغير لحظي على الملف، فجبنا دي سي كومبوننت بدا يتحرك مع بدا يتحرك يعمل دامبنج للتيار ده، تمام؟ فبدا التيار زاد لحظه هيزيد واحده واحده.
تعال اوريك رسمتها. دي سي كومبوننت بيبقى عامل كده. ده الدي سي كومبوننت بتاعه. تمام. فهو بيعمل ايه؟ بيعمل دامبنج للتيار ده. تمام. يعني بدل ما هو يزيد لحظه بيبدا يعمل له دامبنج فيبدا يزيد واحده 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 بدل ما يزيد مره واحده. تمام. فانت هتلاقي شكل التيار بقى الناتج اللي هو ناتج مجموعه ده عن ده هيبقى عامل كده. تلاقي بص بيزيد واحده واحده. تمام. وبعد كده لحد ما ايه ما يوصل للستيدي ستيت بتاعتك. فانا كده حليت المشكله ان التيار ده الاصلي بتاعك ما زادش مره واحده، بدا يزيد واحده واحده لحد ما وصل لايه للستيدي ستيت اللي احنا اتكلمنا عليها ورا اللي هي الحاله دي اللي احنا وصلنا كده للستيدي ستيت. طيب يبقى دور الديسي كومبوننت بتاعك اللي هو بيعمل ايه؟ بيعمل دامبنج للتيار في الاول خالص. تمام. عشان كده تلاقي الديسي كومبوننت بيختف في الاخر. هو دوره اللي هو يعمل دامبنج للتيار في السايكلز الاولى لحد ما ايه ما يوصل للتيار العادي اللي انا عايزه للستيدي ستيت، فالديسي كومبوننت خلاص هتختفي. وصلت الموضوع ده؟ طيب. طيب انا بعمل ديسي كومبوننت بناء على ايه؟ طيب كنا اخر حاجه وقفنا عليها اللي هو بيقول لك الديسي كومبوننت بتحدد كوميت على اساس ايه؟ تمام؟ طيب بتحدد كوميت على اساس ايه؟ على اساس انت عملت سويتش امتى؟ على لحظه شورت حصلت امتى؟ وبناء عليه بتبدا تختار ال وبناء عليه بتقدر تختار بتعرف الكوميت الديسي كومبوننت توقف على ايه؟ يعني انت فين في الساين ويف؟ تمام. بناء على كوميت الديسي كومبوننت هتظهر. طيب احنا عندنا حالتين. الحاله الاولى لو انت عملت سويتش، انت هنفترض الاول ال 590 يعني الفايب 90 يعني انت عندك ما عندكش ار. يعني لو جينا هنا عندنا الاكس الار مش موجوده فالزد بيساوي اكس، وبالتالي الفولت بيبقى سابق التيار بزاويه كام؟ بزاويه 90 درجه. تمام. نرجع بقى تاني. طيب اول حاجه عندي لو الفولت عملت سويتش عند الفولت اللي هو ماكس، وبالتالي يبقى التيار بكام؟ التيار بزيرو. تمام. وبناء لما التيار بزيرو يبقى انت كده خلاص، يبقى دي احسن حاله عندك ان انت مش هتحتاج الدي سي كومبوننت اصلا، ان هو التيار هيبقى صفر عادي. فهتلاقي عندك القيمه عادي بقى براحتها اهي، بدا من الصفر عادي ما فيش فيها مشكله. طيب الحاله الثانيه لو انت عملت سويتش عند الفاي بيساوي زيرو، معنى ان الفاي بيساوي زيرو، معنى ان الفاي بيساوي زيرو يبقى لاينكس، وبالتالي انت كده هتحتاج اقصى قيمه ليه؟ للدي سي كومبوننت، لان التيار ساعتها هيبقى ماكس، وبالتالي دي ايه اسوأ حاله. تمام. يبقى هنا احسن حاله لان انت عملت سويتش عند التيار بزيرو، هنا اسوأ حاله لان انت عملت سويتش عند التيار ماكس، وبالتالي انت محتاج اقصى قيمه للدي سي كومبوننت. فهتلاقي شكلها عامله كده. لو دي شكلها كده احنا قلنا مش بادئ هنا، كان بادئ من الصفر، هنا مش بادئ من الصفر. انت رحت فين يا ابني؟ خليك هنا. تمام. فهنا بيبقى عندك هتلاقي كومنت الدي سي كومبوننت، فبتلاقي دي كومنت الدي سي كومبوننت نازله عادي من ماكس وبتنزل. وقلنا كل الكلام ده بيحصل في زمن صغير جدا ان هي بتختفي، وبعد كده نرجع لحاله الستيدي ستيت بتاعتنا. طيب عندي بقى اخر رسمه عشان نقفل الموضوع ده. تعالى ناخدوها من هنا، ناخدوها من هنا وخلاص. هنا الرسمه دي. تمام. هنا بيقول لك عن نفس اللي احنا قلناه، هنا قيمه الاسيمتريك. الاسيمتريك يعني عندك القيمه اللي احنا قلنا عليها اللي هي بيبقى فيها الدي سي كومبوننت. تمام. وبعد كده قيمه السيمتريك اللي هي القيمه العاديه، دي القيمه اللي انت اللي السيركت بريكر هيفصل عندها بمعنى صح. القيمه الكبيره دي تمام هتبدا الدي سي كومبوننت يعمل لها دامج، فبالتالي هتبدا ايه تتشال. فمش هيبقى عندي غير قيمه اللي هي السيمتريك اللي هي دي كده اللي هي السيمتريك بتاعتي دي اللي السيركت بريكر هيفصل عندي، دي كده اللي هتروح للستيدي ستيت بعد زمن صغير بعد ما الدي سي كومبوننت تختفي. طيب عندي ايه كمان؟ عندي هنا قيمه ده الاي اي اللي هو الاسيمتري، عندي هنا اللي قيمه اللي هو الاي بي. طيب قيمه الاي بي دي اقصى قيمه، هل البريكر هيفصل عندها؟ لا، هو هيفصل عند القيمه بتاعت الماكس بتاعت الاي اي. طيب يبقى المفروض الاي بي ده البريكر يستحملها في زمن صغير جدا وما تاذيش البريكر، لكن الاي اي هو اللي البريكر هيفصل عندها وبتبقى برضه كبيره جدا. تمام. بس قلنا دي بتختفي في لحظات صغيره، فالبريكر لازم يستحمل في الجزء من الثانيه ده لحد ما توصل لقيمه الاي اي والبريكر هيفصل على اساس الاي اي. تمام. نرجع بقى لموضوعنا كده، احنا خلصنا موضوع السويتشنج بحالات. طيب شغال. عندي ايه كمان؟ ندخل بقى على حسابات الشورت سيركت. دي انت بتحسبها ازاي؟ عندي الاول الاربع حالات اللي احنا اتكلمنا عليهم. طيب
احنا اتكلمنا اول حاله عندي لو قلنا اللوحه، لو قلنا اللينفا عندنا عند ثلاث فيزات لمسوا بعض او فيزتين لمسوا بعض او فيزا ونيوترال وفيزا ويرز. طيب انت بتشتغل على انه حاله، احنا قلنا لو انت لوحتك سي فيز فبتشتغل على الحاله اللي هي الماكس اللي هي اقصى حاله اللي قلناها لما ثلاث فيزات يلمسوا بعض، فكانت الاي شورت سيركت بتساوي ايه؟ بيساوي اليو على جذر 3 على الزد شورت سيركت. تمام، انت بتاخد في يعني هنا الثلاث، انت عندك هنا الثلاث فيزات اهو تمام، فهنا لمسوا مع بعض فبتاخد فيزا واحده ودي بتاعتها الزد شورت سيركت وتبدا تحسب عليها. تمام، هي دي الزد شورت سيركت. اليو ده الفولت اللاين، فولت اللاين اهنا فولت، الفولت اللي بيحصل عنده الشورت سيركت. طيب عندي دي الحاله الاولى. الحاله الثانيه اللي هي الطبيعيه لو عندك فيزا لمست مع نيوترال تمام او لمست مع الارض تمام، دي بقى الحاله اللي بتحصل اكتر. بس احنا قلنا لو اللوحه بتاعتك زي اللوحه العموميه 3 فيز فبتصمم على الحاله دي. طب لو اللوحه سنجل فيز فهتصمم على حاله اللي احنا قلنا لا سنجل فيز مع نيوترال، لان بالطبع مش هيحصل، مش مفيش امكانيه عندك ان الثلاث فيزات يلمسوا بعض، فانت بتعمل على المتاح. تمام، يبقى اهو الاي هنا شورت سيركت، لما عندك يحصل فيزا تلمس مع نيوترال هتساوي يو على جذر 3 على زد شورت سيركت زائد زد نيوترال، ولو كانت ارضي هتبقى زد الارضي. تمام، الزد نيوترال دي واحنا في المساله هقول لك بتحسبها ازاي، بس اوعى ما تنساهاش او اوعى تنساها. طيب ازاي بقى بنبدا نحسب حسابات شورت سيركت؟ انت عندك اي شبكه تمام بيبقى بدا من ايه؟ من مولد، وبعد كده محولات رفع ومحولات خفض والكابلات وانت جاي اللي هي الموضوع النقل، وبعد كده بقى بدخل على ال 11 كيلو فولت وببدا اوزع. طيب احنا مثلا احنا لو قلنا شبكتنا زي اللي قلناها هنا، لو جينا هنا لو قلنا على المثال اللي احنا قلناه قبل كده، انت بيبقى عندك المحول وداخل بقى بيوزي الاحمال. طب قبل ده في ايه؟ قلنا الطريق الكبير اللي احنا قلناه محولات رفع وخفض ومولد والكلام ده كله. طيب لو حصل شورت سيركت هنا فانت بتحسب بناء على ايه؟ بناء على القيمه دي كلها، يبقى هو شايف كل الطريق ده. طيب هل انت دلوقتي المنشاه بتاعتك فعليا بادئه من هنا، هتحسب ازاي طول الطريق ده، او هتحسب ازاي مقاومه المحولات والمولدات والكابلات والكلام ده كله؟ قال لك عندي حاجه اسمها اليوتيليتي، دي قيمه شركه الكهرباء بتبعتها لك تمام، بتجيب لك الميجا فولت امبير شورت سيركت عند النقطه اللي انت عايز تحسب عندها السيركت بريك تمام، يعني عند النقطه دي هي هتبعت لك قيمه تمام. القيمه دي بتاعت ايه؟ بتاعت الطريق ده كله من اول، يعني لو هنا خدناها من هنا نفس الكلام هنا، لو انت حصل فولت هنا فهتبعت لك الميجا فولت امبير شورت سيركت للطريق ده كله من اول الجنريتور لحد القيمه اللي حصل عندها الايه؟ الشورت سيركت. تمام، عشان هو واقف وما اعرفش انا واقف فين، فايا كان فاحنا عرفنا اللي احنا قلنا اخر حاجه قلناها اللي انت بتبدا تجيب اول حاجه اليوتيليتي عندك اللي هي قبل النقطه اللي انت واقف عليها بيبقى بتمثلها بعنصر، العنصر ده زد وهنشوف اللي هو ار ولا اكس يعني قدام، فهو العنصر ده بتمثله بمقاومه، فالمقاومه دي بتجيب لك طول الطريق، مقاومه طول الطريق لحد ما وصل لحد الجنريتور. طيب المقاومه دي قيمتها قد ايه؟ قلنا انت بتاخد قيمه من شركه الكهرباء، ده الباور شورت سيركت تمام، هو هم بيحسبوه بيدوا لك جاهز. طيب يبقى الزد بتاعت النقطه دي بيبقى يو تربيع، ده الفولت لاين اللي حصل فيه الشورت سيركت، فولت لاين اللي حصل عنده الشورت سيركت، على الاس شورت سيركت دي القيمه اللي انت بتاخدها من شركه الكهرباء. فلو جينا على المثال بتاعنا، انت عندك اول حاجه الايه؟ اليوتيليتي، يعني النقطه دي شايفه الطريق الطويل اللي قبليه فبتمثله بزد تمام. بعد كده الترانسفورمر بتمثله برضو بايه؟ بزد، ومقاومه الزد هنا بتساوي ايه؟ انت عندك في المقاومه بتاعت الترانسفورمر يو شورت سيركت في يو تربيع على الاس ان، ايه دي؟ طيب انت هنا عندك اليو شورت سيركت دي الامبيدنس بتاعت المحول بتبقى نسبه مئويه، يعني 3% 4% 5% ده بيبقى ريتد نسب بين فولتش يعني، فانت كل همك ان القيمه دي هتجي لك جاهزه ان القيمه كام في الميه تمام، ده الامبيدنس بتاعت المحول. طيب اليو تربيع دي قيمه الفولت اللي انا بحسب عندها شورت سيركت تمام، فولت لاين، يعني انت واقف مثلا هنا بعد المحول عند 380 فولت، واقف هنا 11 كيلو فولت. طب الاس ان ده ايه؟ الريتنج بتاع المحول، الريتنج نفسه مش الشورت سيركت، يعني اتفرق لما احنا قلنا المقاومه دي كانت بتساوي ايه؟ بتساوي اليو تربيع على الاس شورت سيركت. الاس دي اللي بتدالك من شركه الكهرباء، دي شورت سيركت بيبقى رقم كبير جدا، لكن هنا الاس ان ده الريتنج بتاع المحول نفسه، الريتنج اللي هو شغال عليه الطبيعي. طيب بعد كده انا وقفت هنا، بعد كده شفت كده الايه؟ الطريق ده كله وشفت المحول، بعد كده هشوف ايه؟ هشوف الكابلات تمام، فهمثلها بار واكس
تمام، ادي ار وادي الاكس كده مثلا ايه، جبت الشورت سيركت لحد لو الفولت هنا يبقى انا كده جبت الطريق كله من اول اليوتيليتي لحد المحول لحد الكابلات. طيب وقلنا الكابلات، انت عندك هنا الكابلات، الكابلات دي بتبقى ليها ار واكس، ودي اللي قلنا بيديها لك من الجدول او احنا اللي بنجيبها من الجدول لما اخذنا محاضره الكابلات، واتفقنا ان انت بتختار الجدول الكابل من الجدول على حسب الكباسيتي بتاعته ودرجه الحراره والكلام ده كله شرحناه. تمام، فانت كده وقفت عند النقطه دي. طيب يبقى انت كده تقدر تجيب تجمع الزد ده كلها. تمام، يبقى انت معاك الزد وتطبق الاي، انت عارف الاي شورت سيركت بيساوي ايه، انت اللوحه العموميه دي 3 في 8 فبتساوي اليو على جذر 3 على الزد شورت سيركت اللي احنا لسه حاسبينها. تمام، وبتجمع ده تجيب الاي شورت سيركت، فبالتالي جبت الاي شورت سيركت مثلا طلع 20 كيلو امبير، فبالتالي اقرب سيركت بريكر مثلا 25 كيلو امبير، فتبدا تختارها. يبقى على حسب قيمه شورت سيركت بتبدا تحسب الايه السيركت بريكر اللي انت بتحطها في اللوحه هنا وهكذا. خلصت النقطه دي، بتدخل على النقطه اللي بعدها بتجمع عليها ايه ده، هنا ما عنديش غير كابلات، فتجمع الكابلات بتاع الجزء ده. تمام، وبعد كده تجمعه على الايه، يعني كابلات الجزء ده على الجزء اللي انا لسه جايبه قبل كده من اللي هي الزد دي، وتبدا تحسب الايه التيار اللي هنا وهكذا. طيب دي كده بالنسبه لحساباتنا، وهناخد مساله عن انه نشوف التفاصيل. طيب لو انت عندك قال لك بالنسبه للال، تعال ندخل هنا بالنسبه للاندكتورز، احنا خدنا قبل كده لو الايه، لو عندك المساحه بتاعتك اكبر من 150 ملم مربع او المساحه بتاعتك اقل من 150 ملم مربع. لو اكبر من 150 ملم مربع معايا ار وال، لكن لو اقل من 150 بتهمل ال وبيبقى معايا ار بس. تمام، ده بالنسبه للاندكتنس عشان هنعوزها كمان شويه. قال لك عندي كمان ملاحظه، طيب قبل ما نخش عليها ناخد النقطه دي، انت عندك هنا الزد يوتيليتي هي طبيعي بتبقى ار وبيبقى اكس. طب انا لو امتى اشتغل ار وامتى اكس او امتى الاثنين مع بعض؟ هو قال لك هنا انت بتحسب الزد. تمام، يعني حسبت الزد اللي هو القانون بتاعنا اللي هو كان نيوتن بي على الاس شورت سيركت، ده كده الزد. طيب لو اداك نسبه بين الار والاكس، قال لك الار والاكس مثلا 2 من 100. تمام، وانت عارف ان الزد تربيع بيساوي ايه؟ ار تربيع زائد اكس تربيع، فانت معاك الزد ومعاك نسبه بين الار والاكس، تقدر تجيب الار والاكس الاثنين مع بعض. طيب لو ما اداكش، لو ما اداكش النسبه دي بتشتغل على ايه؟ بتشتغل على الاكس بس. يبقى دي كده بتمثلها ملف يبقى اكس بس. تاني اللي عندك اللي بالنسبه لليوتيليتي احنا بنحسب لها الزد. طب انا من احنا بنفصل الار لوحدها والال لوحدها، طب الار والال قصدي الار لوحدها يعني قيمه الاكس لوحدها. طيب انت عارف زد تربيع ار تربيع زد اكس تربيع، لو اداك قيمه للار على اكس بتبدا تعوض بيها هنا بواحده في الثانيه، فبيبقى عندك كل دي بدلاله واحده، وهنا معاك قيمه الزد من القانون اللي انا لسه جايبه. طب لو ما اداكش النسبه دي بتروح تعمل ايه؟ بتروح لل بتروح ليه تهمل الار ويبقى معاك قيمه الاكس بس. ليه؟ لان ساعتها يبقى قيمه الاكس اكبر بكثير من الار فبنهملها. طيب عندي ايه كمان؟ عندي برضو الزد. الزد ده لو هنا برضو عشان واقف تاني، طيب هنا الزد عندي قلنا اتفقنا. طب بالنسبه للترانسفورمر امتى بتبقى ار وامتى بتبقى اكس؟ انا بقى عندي قيمه الزد اللي انا بجيبها من القانون اللي احنا لسه قايلينه، كانت اليو شورت سيركت اللي هي نسبه مئويه يعني بتاعت الامبيدنس بتاع ترانسفورمر في اليو تربيع على الاس بتاعت المحول ريتنج بتاعه. طيب ده كده جبت الزد، طب هل دي ار ولا اكس؟ قال لك عندي قانون بيقول لي ايه؟ بتاع الار بيساوي البار بتاع اللوسز بتاع الترانسفورمر في الفي تربيع على الاس تربيع. طيب دي كده اللوسز بتاع الترانسفورمر هو هيديها لك الفي تربيع. تمام، من عند النقطه يعني لو هنا بعد المحول يبقى 380 فولت، الاس ده الريتنج بتاع المحول، لو اديها لك يبقى انت كده معاك الايه؟ الار، ومعاك الزد تقدر تجيب الاكس، يبقى انت فصلت الزد الار واكس. تمام، طب لو ما اديهالكش هنعتبر ان ايه؟ الار بصفر والاكس هي قيمه الزد، يبقى الاكس بتساوي زد. تمام، بالنسبه للكابلات انت بيبقى عندك ار واكس، لو القيمه اكبر من 150 يبقى انا معايا الار والال او الار والاكس، القيمه اقل من 150 يبقى انا الاكس بصفر ومعايا الاي الار بس. تمام، طيب دي كده كل الملاحظات السريعه. عندي كمان نقطه، انت في حاجه عشان احنا اتفقنا عليها ان انت كل ما تبعد عن المحول كل ما قيمه الايه الشورت سيركت بتقل، قلنا ده غالبا ليه، جينا بقى قلنا في الاخر هنعرفوها ليه غالبا، لان انت عندك في الموتور لو هنا مثلا قيمه اهي، لو انت عندك الحمل ده مثلا في موتور، تمام، حمل مثلا شقه في موتور والشورت سيركت حصل، احنا اتفقنا كل ما نبعد كل ايه
كل ما تبعد عن شورت سيركت كل ما هيقل. طيب لو حصل موتور قال لك الموتور ده يعني حصل شورت سيركت عند الموتور قال لك الموتور ده بيتقلب لجنريتور. يعني ايه بيتقلب لجنريتور؟ تعالى هنا انت عارف الموتور فكره عمله ايه؟ بيدخل له باور او فول تمام وده الموتور يطلع منه تورك. طب لو حصل شورت سيركت فمش هيبقى عنده فول تمام فهيقلب العكس يبقى التورك هو اللي داخل والفولت هو اللي خارج فالفولت اللي خارج ده هيزود لي قيمه على الشورت سيركت اللي عندي فيبقى الموتور بيحصل عنده ان بيتقلب للجنريتور لحظه شورت سيركت وبيبدا يغذي الشورت سيركت يبقى لو عندي حمل في موتور الشورت سيركت عندي هتزيد مش هتقل ان احنا اتفقنا كل ما بنبعد كل ما بيقل يعني هنا لو حصل هنا شورت سيركت تمام هتلاقي قيمه عاليه الشورت سيركت لان هنا في موتور تمام واحنا بس احنا اتفقنا كل ما يبعد كله هيقل بس دي في حاله الموتور بس اللي بتلاقي فيها قيمه كبيره. طيب قيمه المحول او الزد بتاعت المحول دي اعلى قيمه تمام هتلاقي الغير قيمه يعني الزد بتاعت اليوتيلتي او زد الكابلات هتلاقي قيمه صغيره جدا بالنسبه للمحول لو عايز تهملها بس هي اعلى قيمه قيمه المحول تبقى رقم كبير جدا بالنسبه للباقي جربها هتطلع معاك تمام. طيب وكمان كل ما تزود الريتنج بتاع المحول كل ما قيمه الشورت الاي شورت سيركت عندك بيزيد تمام يبقى قيمه المحول هي اكبر قيمه 10 جات لك تاني وقيمه كل ما تزود ريتنج المحول كل ما تيار الشورت سيركت ماله هيزيد. طيب ناخد بقى مساله كده خلصنا كل اللي معانا ناخد مساله بقى شامله على الكلام ده.